الدرجة التونسي داخل الاسماء بدر دياتا يؤشر لانطلاقة العرس والحفل، هكذا نتمناه وهكذا نريد ان نشاهد في عقاب المباراة انتصار تونسي ومباراة تكون في كنف الروح الرياضية. مباراة صعبة جدا، مباراة قوية جدا يدخل فيها مازيمبي عن طريق الزامبي كيفن سنجلوما، يرجع بالتغطية الراقد والهيشري، الهيشري كورة تخرج مرة أخرى لفريق مازيمبي، مباراة أعصاب. برافو، نبشر ونأشر، الكرة تمشي والرأسية تأتي والدفاع تمشي، كرة للتماس للحارس صنفول. مباراة مهمة جدا لا تخفى لأحد ولكن صعبة جدا وهذا مؤكد. أعطيني المباشر لأنه الكرة الآن تدور، كرة سريعة جدا في ملعب المباراة. الكرات الضايعة في وسط الميدان، باس جميلة جدا لفريق مازيمبي، التوغل من جناح الأطراف، التوزيعة والركنية الأولى للكونغوليين. يرجع يصلح غلطه لكن كورنير، لغة العاطفة تسيطر 97%، يعتقدوا مازيمبي باش يرجع متأهل، والراسية رد بالك رد بالك، ركنية رقم اثنين، ركنية رقم اثنين، اليوم يلزم تفيق فماش تغميدة عين، اليوم رد بالك. الهيشري خطيرة وكرة أخرى صعبة على الترجي التونسي. أفضلية وقوة مازيمبي أنه فريق يلعب في ميدانه مثل خارج ميدانه، فريق بطابع هجومي، فريق عمله الرئيس مويس كاتومبي بشكل جيد الحقيقة، للحد أنه أحد نجوم النادي على الخط. طبعا ثلاثة في وسط الميدان بطابع دفاعي من أجل التأمين لانطلاقات الأطراف والباكات، يدخل شمام كورة وفرصة حطها في الشبكة، فرصة كبيرة للترجي التونسي، كورة من العدم تخلق، فرصة من الانعدام تتوفر ولكن لم تتجسم. هذه كرة شمام، تابع كل كرة، تابعوا كل شاردة واردة يا ابناء الترجي الرياضي التونسي. فرصة كبيرة في 8 دقائق لعب على الشوط الأول، الترجي كان بإمكانه فتح بوابة التسجيل، هنا الخطورة وهنا المتابعة وهنا روبير كيديابا، نرجع مباشر ريتمي كسر مساحات باش ينقصوا برشا من قوتهم بغياب الثنائي، باش ينقصوا برشا بغياب سونزو وكلابا. هذه فرصتنا دربالي، دربالي كورة والهدف الأول يضيع، الهدف الأول يضيع، كورة ولا بالأحلام. كريم العواضي، كريم العواضي ويا رب يكرمنا بيقول الأهداف. هذه الكورة شوف الدفاع، هو هجومهم ناري ولكن دفاعهم يعني حصالة، دفاعهم حصالة تقدر تسكر المولي والترجي في فورما. أرجع كورة الدربالي وسط ميدان مشكل لمازيمبي والترجي قادر. يا ولد يا ولد يا ولد، شو هذا شو هذا يا برازيلي، شو هذا يا كوبا يا كابانا، ولكن حط الكرة في الشباك، حط من الإلكترون ليبر في أي مكان، يمشي لمساكني، لمساكني حاول يدخل، يوسف لمساكني، يوسف لمساكني، يعطي باس نيانج، نيانج كرة ممتازة والكرة تقطع من الدفاع، كرة تقطع من الدفاع بين المولي، كرة للترجي الرياضي التونسي لمباراة كيديابا، يمشي لمساكني سعد الحارس الروبير، كرة من روبير كيديابا، 36 سنة هذا العملاق روبير كيديابا، ربح كل شيء في الكرة الكونغولية، ربح الشان مع منتخب الفهود الليوبار، وربح الشامبيونز ليج مال كونغولي عن طريق لونغو. الثلث الأول للتايم وللماتش، حذاري من الكرة، برافو لهيشري، برافو لهيشري، هات لهذا الجيل. كرة من هاري الصنفول، ممتازة هاري الصون، روعة يا ولد يا ولد. البلاك ستارز أول لاعب يسجل في نهائيين ورا بعضهم في كأس أفريقيا في الفاينل في الشامبيونز ليج، سجل في نهائي 2010 1-1 هدف ما ينفعش، وسجل في 2011 الأهداف اللي حقق البطولة. أرجع للمباشر، جميلة يا ولد يا بلاك ستارز، تمشي هاري الصنفول، هاري الصنفول، الكرة الثانية عن طريق العواضي، يدخل عواضي يمشي من اليمين للترجي دربالي، دربالي وكرة سيئة من ساحل المولي، شوف القادمون من الخلف، دور وسط الميدان، والكرة تمشي للترجي، وين الرأسية هيا، والكرة ترجع لهاري الصنفول، الترجي يرجع يضغط، هاري الصنفول، هي الكرة بالرأس، هيا المولي، والكرة ركنية، أو ضربة مرمى للترجي الرياضي. شوف الدور العصر اللي وسط الميدان، اللاعب القادم من الخلف بالبيفو الارتكاز في دقيقة جاب كورتين هدف، في كورة خلق فرصتين للتهديف المولي، ورس تضيع من الترجي الرياضي اللي حتما كان أخطر وأفضل. وأنا نشوف المحددين وكابتن حسام اللي حكاوا بالفعل أنه الوضع النفسي للترجي فيه برشا ضغط. شمام، شمام يسدد كورة تبعها يانيك، وركنية، ركنية للترجي الرياضي التونسي. ماتش كرة ثابتة هذا ماتش بالاريتي، تحط كرة بالراس، اطلع إلى هيشري ولا بن منصور، عندكم سنين ما طلعتوش وما حطيتوش كرة بهذه الطريقة في الشبكة.
هذه الكرة للركنية، الركنية يدخل فيها المساكني، المساكني والرصية العارضة، هاي اللي تمنيتها لكن خسارة يا العارضة، خسارة، خسارة يا العارضة. لو كانت العارضة رجل لانتقدته، ولو كانت الكرة في الشباك لشكرته. الرصية ممتازة جدا، أظنه كريم، أظنه كريم العواضي بالرأس، بالفعل العواضي ممتاز. كرة ترجع للفريق التونسي، كرة تمشي من شمام، شمام والحارس كيديابا يهتز، كيديابا الحقيقة في مثل هذه الكرات، هذا ما ألاحظه على الكرات الثابتة، حذاري من الكرات المرتدة. الكونتر أتاك من مازيمبي، يطلع أربعة خمسة لاعبية، هذا الأخطر، هذا الغول، يمشي ما بين بوتو، تطير الكرة واحدة اثنين، تبقى معاه كرة الدرباني، وحتى كانت خارجة يا سامح هذا المكان، لاستياد الغراب، والكرة تمشي، والكرة روبر كيديابا، روبر كيديابا يتصدى روبر. 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، والنتيجة هذا هو هدي من الخلف العواضي اللي عمل شوط جيد، والكرة ممتازة لمساكني، لمساكني يا ولد، يا ولد يا مساكني، خسارة سبقها، خسارة سبقته، خسارة سبقها، خسارة، لمسة زايدة بصباع صغير هربت عليه. ترجع الكرة للترجي، ترجع الكرة للترجي الرياضي، والكرة في خطأ، والجرينتا خرجت من الراجل، هاي من حسين الراجل. هنا المراوغة الممتازة، هنا القيمة الفنية، عام 2012 يوسف المساكني هداف البطولة التونسية، 17 هدف مع 5 أسيست، لاعب موجود في قائمة الاختيار والانتظار لأحسن لاعب أفريقي محلي، ولو الترجي يكسب البطولة ستكون حتما للمساكني، أيضا ادخل وهو محلي في قائمة أحسن لاعب أفريقي في المطلق، اللاعب اللي موجود أيضا في اختيارات الاتحاد 2009، ربح في السودان 5-2 الهلال، و2010 تعادل في القبائل في الجزائر 0-0. ترجع كرة بالراس سهلة، سهلة عند الحارس معز بن شريفية. إذا رسميا بدر أدياتا السنغالي يطلق صافرة إنهاء الشوط الأول من مباراة ويوم العبور لنهائي الشامبيونز ليج 2012، الترجي الذي توصي 0 لو تو بويسون. لكن الشرط هو الهدف، الشرط هو مباغتة هذا العملاق، الشرط هو الدخول لشباك وعريني مازيمبي القوي الكونغولي. تنطلق المباراة بصافرة بدر أدياتا. الشوط الثاني والنتيجة بيضاء، هو خطأ منذ الانطلاق للفريق الكونغولي مازيمبي. كرة عن طريق المولي، المولي بن منصور، تمشي كرة من بن منصور، بن منصور يوزع كرة سهلة الحارس، كرة ترجع لحظة الولادة للهدف، لكن كرة غالطة، هي لحظة توتر، هي لحظة صعوبة، يمشي بوتو يسدد، وما بين بوتو كرة في الأوت. لا للتسرع، لابد من الهدوء في هذا اللقاء، اللقاء الصعب على الفريق. شورتو كانت بإفريقيا بست ألقاب وسبع كؤوس قارية، بالرأس والهدف يضيع، مش ممكن، مش ممكن على الكرة التايهة، مش ممكن على الكرة لما تضيع، والكرة لما ما تحبش. الكرات الثابتة هي السلاح، ركز عليها. الشمام يمشي، شمام ما تلومش بالراس، فماش متابعه بالساق، والكره تضيع، الكره تضيع، ونمنع من سياقه وان طريق المولي. خالد المولي، يمشي خالد المولي، يحط كره على القائم الثاني، وليد الهيشري، ركنيه للترجي الرياضي، ركنيه ولا ضربه مرمى، ضربه مرمى للترجي الرياضي التونسي. ستعود الكره اذا لفريق الترجي على مازيمبي. كره تمشي ما بين بوتو، بوتو تتحط كرة صعيبة برشا، التسديدة وسهلة عن طريق بن شريفية، ثم عنده ممكن الشانس، لسه عنده الهجمة بحوزة المولي. الكرة يمشي الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي، كرة من المسكني ممتازة، هاريسون أفول، ويسبق الكرة هاريسون، يسبق أحلى كرة في الشوط الثاني أفول. يا الهاريسون كان ممكن يسجل مرة أخرى في مازيمبي، والباس ولا أروع بالملي من اللاعب والنجم يوسف المساكني في ظهر المدافع الايسر جون كاسسولا، كان ممكن افول بكنترول احسن يسجل هدف. حذاري، حذاري من هذه الكره، تقطع الكره، ممتاز، ممتاز. 16 دقيقه لعب في الشوط الثاني، يمشي جوزيف يانيك نيانك، يانيك تحط كره شمام، شمام ممتاز، يانيك، يانيك يبدل الكره لكن بعيده، كره تخرج، ضربه مرمى، ضربه مرمى لفريق مازيمبي، ضربه مرمى، الوقت يمر. قلت معلول الجماعتين هذا محذر كل شيء، قرأ كل حسابات حتى من ركلات الترجيح تدرب عليها الفريق، ولو ان شاء الله ما نحبذوش نوصلوا لهذا، هذا البرسا والريال، لما نشوف المباراتين
عادي جدا فريق الترجي. التوفيق يا رب. يدخل مساكني، يدخل كرة لمساكني، يصد الجول. مش ممكن كي ما تحبش، مش ممكن كي ما تحبش. شكراتك يا كرة، والكرة ترجع عن طريق المولي. ترجي أفضل بكل الجمهور، ما أروعك من جمهور. لو جات هدف لك قلنا ما أروعك يا يوسف، أنت رائع بكل المقاييس. ولكن كرة الترجي التونسي في الدقيقة 70، يمشي للشمام، يحط كرة براس خطيرة، والهدف الأول. الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. دليب المنصور يفتح باب التسجيل. أحلى هدف، لأحلى تنفيذ، لأحلى تسييم. كمان كبير يا عملاق العاصمة. 1-0 على داخلتك يا بلال يا مزيان. 1-0 الترجي الرياضي التونسي. ولعت ولعت، شعلت في استاد رادس. الترجي يتقدم عن طريق المدافع. يمشي الشمام، هنا ضربة الراس، كورة بالراس من بلايلي. مازينك، مازينك محلاك يا يوسف يا بلايلي، هو اللي يعمل السونتراج. شمام الديفياسيون، المتابعة، جول ريتي بيتور إيليي. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. 1-0 للترجي الرياضي بالمنصور. 20 دقيقة، جيب الثاني باش نتمنوا. اليوم مباراة ممنوعة على كل الأمراض المستعصية والصعبة. الله يشفينا ويشفي الأمة. مش ممكن، زالت الغمة. 1-0 للترجي الرياضي التونسي عن طريق بن منصور. عن طريق بن منصور، أول هدف أفريقي في أحلى رهان من ذاكرة الأيام. ستهزم يا مازيمبي. انتهت أفلام مويس كاتومبي وبدت الأقلام تكتب. أنا البطل يا عيسى، أنا البطل يا عيسى، أنا البطل يا حياته. الأولاد وعدوه ويكونوا رجال أنه يجيبوا له الربح. والترجي لن يتقدم. إن شاء الله لاباس يا شقيف المصري التونسي، ولكن ليس بعد. هؤلاء لا يشجع، محلاكم يا أخوي. الأهلي المصري، ابن الأهلي المصري يشجع الترجي الرياضي من أجل كأس عربية من جديد، من أجل يابان بلغة الضاد من جديد. إن شاء الله لاباس روبير كيديابا. إن شاء الله رابحين الترجي الرياضي التونسي. 1-0، 1-0 لكن معلول الثمانينات كان أظرف وكان أنيق في لعبه ويسجل أهداف. من ماتش ليفار الجيش الملكي في 87 لثنائية أبيولا بيبس. يا ربي ما تخسروش. كورة عندها أسرارها وعندها حساباتها. يا شمام، والتوزيعة، والكرة خطيرة جدا، ركبك تمسه. والكرة ترجع مرة أخرى لمازيمبي، تسديدة، والمعز بن شريفية. هاي الأولاد ركز، هاي الأولاد جيب الثاني، خلينا نرتاحوا الناس الكل. ترجع الكرة عن طريق جون كاسوسولا، جون كاسوسولا، والكرة ترجع أخرج المعز بن شريفية. معز بن شريفية رقد الكرة. خذ وقتك، خذ وقتك، وصلها ل 85 بأمر كيموكي. ترجع كرة بالرأس لهجري، هجري تيو كاندا، تيو كاندا، يرجع تيو، يرجع تيو. ملا كرة وملا عصام. كان ماتش في الشهر هكا واحد قلبه يمشي. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي، خطيرة، وكرة أوت، كرة أوت. 86 30 ثانية، 86 دقيقة 30 ثانية. كرة من تريزور ما بين بوتو، 27 سنة. بينما نذكر أنه عيد ميلاد يوسف المساكني يكون السبت الجاي إن شاء الله 22، إن شاء الله أيضا هدية انتصار وتحضير للنهائي. الترجي التونسي بدايه الدوري التونسي، يحط الكره، ترجع للترجي الرياضي. 8 دقائق زادهم، منطقي جدا الحقيقه، متفقين. 5 دقائق كان بسبب توقف اللعب لاصابه كيديابا، و 3 دقائق للشانجمون والتغييرات، منطقي جدا. مازيمبي في وسط الميدان، كره خطيره لفريق الكونغولي، وترجع للترجي الرياضي التونسي عن طريق بن شريفيه. يخرج لا خوف على المعز. ترجع الكره المعز بن شريفيه، ترجع الكره المعز بن شريفيه، عرف يوقف مازيمبي. ترجع الكره للترجي الرياضي، هدف ثاني، خلينا نرتاحوا. سدد، سدد يا بلايلي، سدد يا بلايلي، والحارس، الحارس اول هجمه للترجي منذ الهدف. ما تنساوش انه ليس الحارس شقيف، الحارس بهدف عن طريق بن منصور في الدقيقه 70. كره تمشي طويله للفريق الكونغولي. هاريسون افول، ترجع مره ثانيه خطيره، والترجي ياخذ كره، ممتاز جدا، وخطا للترجي الرياضي. نتنفس السعداء. باهي من شاكر الزواغي، باهي من شاكر، ترجع بالراس ثم ترجع بالساق، ثم كرة طويلة من مازيمبي. صفر يا دياتا،
درجة براسية خطيرة، رد بالك خطيرة جدا، برافو الدفاع، برافو الرجال، برافو الأولاد. صنفوت من غير خطأ، من غير خطأ العواضي، خلاص الله يعوض عليك يا مازيمبي، الله يعوض عليك يا مازيمبي. مايك تايسون في التوب بتاعه، يعني هذه كرة كادت تقتلني وتقتل الملايين، ولكن لحظة الحسم، لحظة النصر، لحظة الفرح، لحظة توديع مازيمبي بدون دموع، ولحظة ذرف الدموع للترجي الرياضي التونسي، احتفالا واحتفالا.